أهلا بيكم يا برج الميزان، هنعمل مع بعض دلوقتي قراءة المنفصلين حسب العشريات، عشرية أولى وعشرية تانية وعشرية تالتة. القراءة دي أو الطاقة دي ممتدة حتى نهاية شهر سبتمبر. كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة عيد ميلادكم هيكون آخر الشهر. خلينا نبدأ مع بعض القراءة. أتمنى تدعموني بلايك وشير وتكتبوا لي رأيكم في التعليقات بعد سماع القراءة، فخلينا نبدأ مع بعض ونشوف إن شاء الله خير. هنا عشرية أولى، عشرية تانية، عشرية تالتة. كارت الطاقة. أوكي، خلينا نبدأ بالعشرية الأولى. انفصال من مدة طويلة جدا، من مدة طويلة جدا، يمكن من سنين، من أشهر، يعني ده انفصال بقاله مدة طويلة قوي. وعلى قد ما الانفصال ده من زمان، لكن انتوا لسه متعلقين في العلاقة دي، وحتى لو كنتوا تباعدتوا انتوا مش عارفين تخرجوا منها، لا انتوا ولا الشريك ده. احتمال كبير يكون الانفصال ده حصل بسبب طرف ثالث، او بسبب بعد مسافات ما بينك وما بين الشخص ده. الشخص ده غامض، مختفي عنك، انت ما تعرفش عنه حاجة، وفي حزن كبير او تواصل روحاني كبير، تواصل سلبي كمان او سام متبادل ما بينكم. انت بتحب الشخص ده قوي، بتحبه حب لا مشروط، بتحبه كده لله في لله، وبتديله كل الحب وكل الاهتمام، ومغرقه حب واهتمام. لكن انا بشوف ان الشخص ده تباعد عنك، يجوز بسبب طرف ثالث او بعد جغرافي ما بينكم. بس في حاجة هنا مزعلاه، يعني ان الشخص ده زعلان منك وحزين لدرجة الاكتئاب، وفي نفس الوقت مش عارف يطلع من الوجع ده. في حاجة مزعلاه بقى، اكيد انت عارف، مش واضحالي هنا. في حاجة مزعلاه، او هو مثلا بيعمل مقارنة ما بينك وما بين شخص تاني. المهم انه الشخص ده حزين جدا وبيحاول انه يعني يتخاطر معاك، بس انا بشوف انت طاقتك افضل منه بصراحة. يعني في هنا احتمال للمصالحة، لكن انا بشوف ان في زعل، يعني في زعل، فانا مش قادر بالظبط يعني اقول اذا كان هيبقى في مصالحة ولا لا. هيبقى في فرصة، لا هيبقى في مصالحة ما بينكم وهتتناقشوا. شايف كل دي كروت بدايات جديدة، فهيبقى في ان شاء الله مصالحة، وهيكون في فرصة ما بينكم ونقاش بقى. ممكن يبتدي بخناق او كده، لكن هيكون في عودة ومصالحة. ممكن تكون بتتعامل مع برج حوت، سرطان، عذراء او ميزان زيك، طاقات مائية اكتر شيء يعني. فخليني أخذ لكم نصيحة من الملائكة. أنت مستعد؟ لو بتفكر أنك يعني تاخد أنت المبادرة، فأنت مستعد أنك تعمل حاجة زي دي. أوكي، دي كانت قراءتكم العشرية الأولى. أتمنى تدعموني بلايك وشير، ونروح بعد كده للعشرية التانية. أنا قلت العشرية الأولى عملناها، هنروح للعشرية التانية. العشرية التانية في قطيعة كبيرة، يمكن طلاق كمان لو كنتم متزوجين مع الشخص ده، وانت بتفكر في الشخص ده قوي، حاسس بتواصل روحاني معاه. يمكن انت بتبقى متردد كتير اذا كنت تكلمه ما تكلموش، تاخد المبادرة تجاهه او ما تاخدش. يعني في طاقة تردد كبيرة من قبلك، وانت يعني مشاعرك مذبذبة تجاه العلاقة دي، ومش عارف ان انت تاخد فيها قرار. انا بشوف ان الشخص ده دلوقتي وحيد، مفتقدك جدا، ومفتقد لأوقاتكم مع بعض. بس غالبا الشخص ده في مسؤولية معينة شايلها، يعني لو انتوا مثلا كنتم متزوجين وفي ما بينكم اطفال، فممكن يكون هو اللي متحمل مسؤولية الاطفال دول دلوقتي. او الشخص ده عنده مشاكل مادية ومسؤوليات مادية كتير،
ومركز على مستقبله المهني، بيشتغل كتير وقفل على المشاعر والعلاقات دلوقتي، ومركز على عمله وعلى نجاحاته. يعني ما بشوفوش بيفكر في العلاقة قوي، لأنه يمكن هو شايف إن أنت مش عايزه أو إن أنت تبعت، فهو مركز دلوقتي في عمله، خصوصا إن هو معوش فلوس أو عنده مشاكل مادية، فمركز في نجاحاته قوي دلوقتي وفي إنجازاته، ويعني أكيد مفتقدك، لكن بيحاول إنه يتجاهل هذا الشعور لأنه شايفك متباعد، ويمكن حاسس كمان إن أنت مش واخد قرار ومش عارف انت عايز ايه بالظبط. وانت ممكن تكون كده فعلا، يعني لان انت متردد ومش عارف تديله فرصة ولا لا، وانت نفسك مش عارف تحدد مشاعرك، وهو يعني الشعور ده واصله، فيعني مش بالظبط ان هو رماك ورا ظهره، لكن يعني ركن الموضوع ده دلوقتي ومركز على شغله ونجاحاته وانجازاته المادية والاجتماعية في الوقت الحالي يعني. فبرضو ما بقدرش اشوف لا هو ولا انت هتاخدوا مبادرة دلوقتي، ما مش قادر اشوف كده. ممكن هو يفكر ياخد مبادرة، لان انت دلوقتي يعني حتى لو هو جالك برضو انت مش عارف هل انت عايزه ولا لا يعني. ما اعتقدش انه هياخد مبادرة، بس هو الشخص ده بيراقبك على فكرة، وبشوف ان ممكن يبقى فيه احتمالية للقاء صدفة او لقاء من خلال عمل، بس ما بشوفش حد منكم هياخد مبادرة، لان انتوا الاتنين برضو عندكم خوف من الرفض، فيجوز يكون لقاءكم ده على سبيل الصدفة مثلا. خليني طيب اخد لكم نصيحة من الملايكة. انت ممكن تكون بتتعامل مع ميزان زيك او دلو او عقرب، طاقات ترابية نارية هوائية أو مائية، كل الطاقات موجودة هنا. Big habit changes، تغيرات سعيدة هتحصل، فخليك متفائل، اترك بقى الموضوع على ربنا يعني. فدي كانت قراءتكم العشرية التانية، أتمنى تدعموني بلايك وشير وتكتبولي رأيكم في التعليقات. نروح بعد كده للعشرية التالتة. العشرية الثالثة، انت انفصلت عن الشخص ده لانك شايفه شخص متلاعب، شخص متعدد العلاقات، شخص مشغول قوي ويمكن مهمشك او بيعاملك بطريقة انت لا تستحقها، فانت قررت انك تقطع معاه وتاخد خطوة لورا، وقلت اه انا بحبه وكل شيء، بس انا ما اقبلش ان حد يعاملني باقل مما استحق، وان انا لازم يعني اخد موقف منه، وما كنش متساهل معاه وعامله بطيبة وسذاجة وهو ما بيقدرنيش، فقررت ان انت يعني تاخد موقف من الشخص ده لحد ما يعاملك بالطريقة اللي انت تستحقها. انت ممكن تكون شايفه ان هو شخص متعالي عليك، او شخص بيفضل علاقات اخرى عنك، او بيبقى مشغول عنك وبيديك جزء بسيط من وقته، فانت حسيت انه مش دي الطريقة اللي انت تستحقها، ولا الطريقة اللي انت تستحق ان انت تتعامل بيها، وقلت ان ما كنتش انا جزء مهم في حياته، فحتى لو روحي فيه فانا خلاص ما بقتش عايزه. يعني انا لازم اكون مع حد في علاقة ان هو يكون بيقدرني، ما يكونش بيتلاعب عليا او بيخليني جزء من يومه. هو فعلا الشخص ده كده ممكن يبقى متعدد العلاقات، ممكن يكون مشغول كتير، ممكن كمان يكون شخص شديد الجمال وحواليه أشخاص كتير، ودايما في خلافات ما بينك وما بينه على نفس الشيء يعني. على كل حال أنا بشوف مصالحة من قبل الشخص ده، لكن بغرض بس إن هو يرجع العلاقة، ما بشوفش إنه هيرجع معاك بشكل جاد، هو عايزك بس تفضل موجود في حياته، لكن ما بشوفوش إنه هيبطل إنه يبقى متعدد العلاقات، أو إنه ممكن بس هيديك شوية اهتمام في الأول، او شوية اهتمام زيادة عن اللي كانوا في الاول، لكن برضو مش هيبقى الشيء المرضي بالنسبة لك يعني. ده اللي واضح هنا، واللي واضح كمان ان هو شكله دلوقتي مشغول اكتر من الاول، فمش بالظبط هيديك الالتزام اللي انت عايزه او الالتزام اللي انت تستحقه يعني. فخلينا ناخد لك نصيحة من الملايكة. ممكن تكون بتتعامل مع برج حوت، قوس او حمل، طاقات ترابية أو مائية.
بيقول لك مش ده الوقت المناسب، فيعني محتاج ان انت تستنى شوية. حتى لو الشخص ده حاول مثلا انه يكلمك او كده، ما تردش عليه وما تقبلش غير اللي انت تستحقه بس يعني. فما تستعجلش على العودة دي، مش مهم انه يكون في عودة، الاهم ان العودة دي تكون عودة ناجحة يعني. فما تستعجلش على العودة دي وما تقبلهاش غير لما يرجع لك بعرض يكون مرضي بالنسبة لك ويعاملك بالطريقة المثلى اللي انت تستحقها. فدي كانت قراءتكم العشرية الثالثة، اتمنى تدعموني بلايك وشير وتكتبولي رأيكم في التعليقات. بشكركم طبعا كلكم وبتمنى لكم السعادة والحظ الموفق. مع السلامة.